مدينة رأس الواد الواقعة بين سطيف وبرج بوريريت. في بداية القرن العشرين كانت تسمى طوكفيل. كان عدد سكانها في ذاك الوقت 3950 ساكن، 3617 منهم جزائريين. هذا جبل زيطة فوق مدينة رأس الواد. في 1906 بدأ فيه استغلال الفوسفات من طرف الكوبانية، كوبانية زيطة للفوسفات. من ذاك الوقت صبحت تتسمى المزيطة. المنجم كان يشغل في بداية استغلاله حوالي 1000 عامل. في بداية الثلاثينات لحق عدد عمال 2000 العامل يقصدوه من كل جهات الحضنة والهضاب العليا. المحطة الرئيسية للمنجم كانت هنا في بير حمودي. الفوسفات فيه كان موجود بكثرة على سطح الأرض، وجمعه كان يتم بسهولة قبل فتح الأنفاق. هكذا في بداية القرن العشرين بدأ نهب الفوسفات في هذا المنجم، بعد نهب الحديد والرصاص، وحتى الفوسفات في الونزة، كويف، قرقور وتمزريت وغيرها من المناجم الأخرى الموجودة في الشرق الجزائري. منجم زيطة هذا يمتد على طول 20 كيلومتر، يوصل حتى البرج غدير غربا، وين توجد محطة الجمع وتفتيته ونقله عبر المصاعد الهوائية حتى للورشات الموجودة في طوملة في رأس الواد، وين يتغربل ويتطحن ويتصفى ويوضع في أكياس جاهزة للتصدير لفرنسا عبر ميناء أبجاية. المنجم يلحق لأولاد السيحمد في بير ميشو اللي يدخل تاريخ المنطقة ويحمل اسم الكولون اللي كان يستغل هذا الأرض. ومن الغرب يلحق كما قلنا حتى البرج غدير اللي كان فيها بير ولاد عقلة وبير صونداج اللي رايحين يدخلوا في تاريخ المنطقة هما أيضا. ومن جهة الجنوب يلحق حتى لدار البقرات وهي أيضا عندها تاريخ. كل هذه الأراضي كانت ملك للجزائريين وتم مصادرتها. هكذا وباستمرار يطرد الجزائريون إلى الجبال، نصيبهم الفقر، الجهل والأمراض. كوارث إنسانية حقيقية يعيشها الجزائريين، نذكر منها الكارثة اللي عاشتها كل هذه المنطقة بعد ثورة الشيخ المقراني في 1871، بحيث بين 1866 و 1872 وبسبب القمع والمطاردات والمجاعة أوصل عدد الضحايا 500,000 ضحية. تبعتها كوارث أخرى في السنوات 1922 1942 1945 و 1951، وين صبحوا يأكلوا الحشيش والتلغودة وشوك الحمير، والإدارة الفرنسية تتصدق عليهم 10 كيلو من الحبوب لكل عائلة من 5 أفراد، وهذا مرة في الشهر، والمدن ممنوع دخولها عليهم، وبقاوا يعيشوا على أطرافها في القرابة ويموتوا بالعشرات من الجوع. الكولون يضحكوا عليهم ويقولوا لهم هذا نصيب المهزومين. عسنا ترجي غيبدت فلا هيبدت فلا وريزة مقران ينا يا يلي كربت فلا أسوف إثمام ذوك سلا سنير إن يا سهن عسايب الدفلا شال النسي سواي متطوني نور
الجبال اسمها طباقة، منطقة استراتيجية تقع على حدود غرب الولاية التاريخية الأولى أو راس النمامشة. قمتها راس السرة العالية ب 1980 متر. اطلع على سطيف برج بوعريريج ونمسيلة. 3 شهور بعد تفجير الثورة في أول نوفمبر، وقبل ما يتوجه إلى ليبيا عبر تونس بحثا عن الأسلحة، بن بولعيد ورفاقه يقروا هيكلة جديدة للولاية الأولى، وبعد تقييم الوضع يقرر تقسيم جديد للولاية تأخذ فيها الناحية الطباقة مكانة هامة، ويتعين على رأس هذه الناحية مصطفى الرعايلي وأحمد بن العربي الزروالي وعلي النمر، وهكذا تتنظم هذه الناحية على يديهم وتتعزز صفوف الثورة في الطباقة بعدة قسمات. القسمة الثالثة هي محل عملنا هذا. من الحامة هذه نقولوا احنا من بوطالب حتى لقيت المنصورة، نقولوا احنا المنصورة احنا مع الجبال منا، واش ندهنا الجيش نقول احنا كيسحقوا كش ما يكون يعني اتصالات كش ما يحتاجوا مونة مثل لحقوها، نقولوا احنا هذا يلحق هذا بالبرية بالزويل نمشيو نهزوا المونة في الليل، نقولوا احنا شين يحتاجوه كش ما يكونوا ناس بهم الشك نتاع خوانا حاشا المسانتين نلزم نلحقوا لهم ونجيبوهم يعني اللي كثر لهم خير، كي نجيبوهم حنا ما ندير لهم والو، وين حنا نجيبوهم مكتفين يعني تحت القبضه، كي نسلموهم حنا نسلموهم لكاين سياسي والخبري، كي نسلموهم لهم هما كيديوهم اللي حكم عليه وصفى وقته وصفى لجل، هم يعدموه واللي يحكموا عليه بالقزمه يقزموه واللي ما فيه حتى والو يطلقوه يروح لمواليه. حنا هنا كنا في 6 فدائيين، المتحدث محفوظ، وكان المسعود مسعود بن بوزيد، وكان السعيد هذا مول الدار 3، وكان عمر 4، وكان بحاح 5، وكان عيسى دغدان هذا 6 قبل لا يجند، هذو هما حنا في 6. احنا عندنا هنا القراب لينا عندنا نقولوا احنا اللي ساعده فيهم 3، فيهم الزوادي وفيهم التومي وفيهم المختار، هذو اللي قراب لينا منهم من الشفر هذا ليه. وعندنا قبلتنا الكتاب نقولوا لهم الكتابه هما نقبض بن عيسى الصديق، نقولوا احنا بن عيسى الصديق مات ربي يرحمه مسكين شهيد، والبشير بن عيسى والبشير مات شهيد ربي يرحمه مسكين، وعمار هذا ما شهيد هما ماتوا 3 هذو هكذا. ومنا من الأوطاء هنا نقول لهم ولد عيسى غمش فرد هذا ليه، هذو كانوا زوج الاخر ابراهيم بن تومي هذا غاكي مات، وعمار هذا ما شهيد مات هو واحد لينا يقول له عيسى بالعربي. نهار دوا دينا وحرقونا الديار، جانا واحد الانسان شيخ كيما انا يحوس على اخوه، كي جانا لحقنا انا والمختار بن عبد الله انا والمختار خل احنا كاينين الخياطه في 4 خيطوا في الدار، نقولوا احنا نتاع ذوادي بولحيا، وخيطوا في الكوستيمات نتاع العسكر نتاع الجنود، احنا نقولوا له نتاع الجنود، كي جينا فرح ولا حاشا المستنصرين وحاشا غداركم، واحنا احنا قادرين نقطعوه اطراف، يعني بابنا بهذا المختار اللي مات ربي يرحمه، احنا بسلاحنا لابسين ما يخصنا والو عساهنا على ذوك. الاستعمار الفرنسي يجند كل قواته المتواجده في الشرق الجزائري للقضاء على الثوره في الاوراس، ويطبق سياسة الأرض المحروقة في عمليات فيرونيك وفيولات. أكثر من 5000 عسكري في كل عملية، مدعومة بالطائرات المقنبلة، دبابات ومدفعية ثقيلة وحتى النابال. ورغم قمع الوحش اللي سلطوا على الشعب الأعزل بالقتل الحرق والاغتصاب، 396 مجاهد رفعوا التحدي، وفهم الجيش الفرنسي أن القضاء على الثورة في الأوراس مستحيل، لأن الجيش التحرير أبدع في تحكمه في أسلوب حرب العصابات، وفهم أيضا أنه لترجيح ميزان القوة على الميدان لصالحه لابد من استعمال نفس الأسلوب. يحوش على أخوه، أخوه هنا كان هنا فإحنا نقول له عمروس كان هنا، وبعد طلعوا الكتافة، هو كي طلعوا الكتافة عند هو عند المبارك في ديار المبارك. الحق هنا سعد بن عاشور مازال ما داوش ربي يرحمه مسكين، قال له ما تخافش لو كان يجي لهنا كيفاه ما يصير به والو، كون هاني حنا خوات بعضنا. ومن بعد كي لحق الكتابه هو ثم هو مكتف مسكين ثم في الدار في واحد الدار تاع سبن كيما هذه هكذا. واش دار؟ هو واش خدمته مع الرصاص مع الفلاس احنا ما اتصلناش به، جابوه جماعه غيرنا. وخوه جاي يحوش عليه هما حال واحد الشيء اللي يديرها
هذا اللي يديرها الكبير على بالو بها صغير وبالنا الثياب، الثياب كبار زول ومهداهم رب العالمين. كي لحق لنا الشيخ هذا، هذا سيدي فلان مرحبا يلحق احنا وصلنا عندنا هكذا نحكي لكم. الملكة تكتب علي احنا وصلنا عندنا دولة وعندنا رجال وعندنا عسكر وحنا ما يقولولناش وما يديرولناش وهو راه يديرنا. هذه اللي قلت انت تأثر في الإنسان. والعسكر خاطينا احنا درنا الخوف الذي وجلنا فسمى والعسكر خاطينا صاد الجهدنا ورانا نسكنوا احنا وين كانوا الخياطة وين جا هذاك المخلوق وعطالهم البينة هما جايين ثم. في 14/15/1955 الجنرال شيريار في تليغرامات سرية يأمر الجنرال ألار قائد قوات الشرق الجزائري بتطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية للسكان ويعطيه حرية استعمال الأسلحة الملائمة حتى الخنق التام لكل انتفاضة والانتقام من كل دشرة تأوي وتساند جيش التحرير بحرق كل ممتلكاتها واغتصاب نساءها. البيت لا لا لا. في 19/1955 جاك سوستال حاكم الجزائر وبعد زيارة تفتيش للولاية الأولى يعقد اجتماع سري في بسكرة ويستخلص من جهته بأن للقضاء على الثورة لابد من ضربات مباشرة وقاسية ويوافق على تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية للسكان ويضيف لتكون الأولوية لاستخدام القوة لابد أن نبرهن للعرب على أننا الأقوى. زغدان علي المدعو الطاهر كان عمره أثناء الحرب حوالي 7 سنوات فهو شاهد عيان. قضى سنوات وسنوات وهو يجمع في شتات الذاكرة، ذاكرة الزغادنة ولاد شيخ رحال وقريتهم عمروس. هذه دار والدي ومعاه عمي الشهيد أحمد وهذه دار الشهيد عمي المسعود وأين ترعى النعاج دار عمي الشهيد سعد وبجانبه الرزقي وهذه دار عمي الهادي وهذه دار الشهيد الأخضر والثانية دار الشهيد السعيد ثاني جابوا الكوبتيره ثاني حبطوا ليه ليه من الطرق هذيك ليه حبطوا هنا ونضرونا من الديار وشعلوهم الديار كامل وخدموا ما خدموا خدموا خدمه اللي ما يقبلش العقل خلاص قتلوا المال قتلوا الغلم قتلوا الزوايا قتلوا البقرات رمسوا الغلم داوها البقر اللي فضل ما تشدوه منا الهوير البقري وكل طيحة الدنيا من الدنيا نثنت لا ما خليت اللي يمشي على ربعة الدنيا نثنت ليه المال رقيق الدوه لك لحشت البقري والزوي قتلوه منها البقري والهوير صورت الهوير لا غير البقرة تعطي بالنية من قتلوه من حتى بقرة احنا قتلوهم توهنا دوهم ديريك تسوق للكا لك احنا دو الغنم والمعز إلى البقري يكون قتلوه أنا وزويل زويل حتى نعقبوه اللي سعدة جات معه معوده هربا ما عارف منين زادوا قتلوها معه ايه وكل طيحوا منها تاع احمد القوشي هذيك العوده اللي جات هرب جات مع زوينه قلت لها تاع احمد القوشي هذيك لا ما خلوا لي تمشي على ربعة وكل ساعه الديار كي تحرقوا الديار عشينا ما كان والو لا ماكله لا سكنه لا كسوه لا حتى شيء لا ودين نقولوا داهم
عشينا غير في القناطر، ومن بعد عاودنا هبطنا تحت الزغانه هذو نقولوا كاين دوار منها كله. سعد بن عاشور أول مسؤول سياسي لقرية الزغادنة. بعد اكتشاف أمره من طرف أحد الخونة، المكتب الثاني يستدعيه عن طريق لاساس، يرفض الحضور. حتى اليوم المداهمة المباغتة للقرية. سعد بن عاشور هو أول شهيد من بين 31 شهيد قدمتهم عائلة الزغادنة. هذا منزل سعد بن عاشور المسؤول الأول لقرية الزغادنة. وفي إحدى الصبحات سمع طيارات يدوروا هنا، ساق بقرة قدامه وراح لجبل طباقة وين مال في روح. شافوه العسكر ولا شافوه طيارات تبعوه، خذوه من المكان اللي متدرج فيه، وكان في مكان غير آمن جيدا خطر مغصوب. لقاو عليه العسكر انتهى القبض، وفي المساء جابوه مع ابناء الشيخ رحال وجابوه لهنا قبال الدار نتاعو. قعدوا الكوماند هذا قبال الدار بعد ما امر بالحرق نتاع الدار نتاعو، وعندما سقط السقف وخرجت ألسنة اللهب قال لسعد، قال له هذا المنزل لمنو؟ قال له منزلي. قال له واش تقول يا سعد؟ قال له واش نقول؟ سعد في يد فرنسا، وفرنسا قويه ولها. قال له انا اسير عندها. قالوا لها أن تحرق منزله أو تقتله أو تفعل به ما تشاء، وما تريدني أن أقول؟ يعني قالوا واش تحبني نقول؟ وقماه. وأحس قائد الجيش الفرنسي أحس بسؤاله باللي كان تافه، سكت. وكان صوت سعد قوي ومسموع، وكان ككلام قائد لقائد ولم يكن ككلام أسير لقائد. ومن ثم سكت ولم يعقب على كلام سعد. وبعد قليل ساقوا مع ابناء الشيخ رحال وتوجه بهم لبير ولاد عاقله. زغدان بحاح يخلف سعد بن عاشور كمسؤول على القريه. لا فين البير وراه البير؟ البير هنا يا مانيش عارف. هاب لكم. منه والله ما هي. اي صراخ بشوي. اربع على هون. هذا صافي معتقل هذا. المعتقلين وصلوا إلى بير أولاد عاقلة، أحد مراكز الفرز والتأديب في برج غدير. مش هذا هو مردومة. سعد بن عاشور يوضع بين يدين المكتب الثاني للاستخبارات لباشر تحقيق معاه ومع زغدان مسعود. من ذاك النهار حد ما عرف مصيرهم حتى لليوم. هذا هو البير. وفي هذا البير المعتقلين الاخرين بقوا اكثر من الشهر للشر والعطش، يتغداوا بخبزه من 600 غرام لكل 15 معتقل في 24 ساعه. ربعت الحاج محمد. ايوه. والحاج رزقي. ايوه. وعلي بالبشير. ايوه. والحناشي وابنه. ايوه. والمتحدث. ايوه. ومحمد. وانا ومحمد. هذا هما 13 بالقاسم وخوه. هما 13 تراس بالقاسم والصديق. هي 13 تراس. وبن عاشور وهذوك كما طلقوكم انتم. هما داوهم ولا حكموهم؟ وي ما حكموهمش، داوهم الصحراء وتارخوهم. كامل العراف. قتلوهم وكرزهم. بعد حق المساكن الرحاحلة اللي تنقلوا عند أهاليهم في قرية عمروس القرية الأم للزغادنة، وبعد ثبوت صلتهم الوثيقة بجيش التحرير كمركز هام، واكتشاف زغدان بحاح كمسؤول جديد خالف السعد بن عاشور ورفض استدعاء لصاص واختفائه، قرر الجيش الفرنسي جعل منطقة الطباقة هذه
منطقة محرمة على البشر وعلى الحيوان، كل من يخترقها يقتل بدون سابق إنذار. وقرر كذلك طرد أولاد بالحداد والكتافة وأولاد عيسى منها. منازلهم المحاذية لجبل الطباقة أحيانا يتخبى فيها العسكر ويراقبوا منها تحركات الفدائيين اللي كانوا يقضوا نهار في الجبل، وكيطيح الليل يخرجوا ويقوم كل واحد بالمهمة المكلف بها. العسكر تخباوا في دار بالعلم المبروك وثقبوا جدار البيت، وبقاوا يترقبوا خروج الفدائيين زغدان عيسى بن عمري وبن عيسى عمار. بعد ما راقبوهم وعرفوا الوقت اللي يخرجوا فيه والمسلك اللي يسلكوه نصبوا لهم كمين. هذا هو المكان اللي سقطوا فيه الشهيدين بن عيسى عمار بالبحري، زغدان عيسى بالعربي، وضربهم العسكر من دار بالعلم المبروك إلى هذا المكان المسمى بعين الجدرة، وهنا دفن الشهيدين. هذه دار السعيد بن أحمد بن عمر، جاءت حملة من العسكر وطلعوه بحثوه، قالوا كش ما تعرف هنا على الدوار من يسلك الاشتراك من عين المركز وين الفدائيين توعكم وكذا وكذا إلى آخره. قالوا ما عندناش، ما عندنا حتى شيء، ما نسلك وما انكر كلش. عذبوه مدة ما خرج منه ولو. أم بعد ولو جروه الجدار، هذا كان مرتفع بعض الشيء، وداروه تحت الجدار وطلعوا بدأوا يطلعوا العسكر وتنشطوا فوق وتسدروا بطنه. كروا العملية، كروا ثم كروا حتى توقف على الحركة، وصدوا وخلوه. بعد مدة ولو دخل جو جماعة دخلوه للدار وفاق من الغيبوبة نتاعو، ومدة أيام مات متأثر بالجراح هذه. جاء العسكر في الليل مسلك لهنا الحالة، خلاص ما شفنا والو. وقت نصف النهار وقت ناظر العسكر احنا ما قدنا حتى ونتحركوا، بداو بعمي هذا قالوا له ورجل خشن شوية حتى في حديثه، قالوا له قول لنا واش تعرف كي حكموه اللوطا. نقول احنا في الوجا كيما بدينا قبيله الاول خلاص حكموه ثم. قال واش نقول نعرف ربي ونقول لا اله الا الله. قالوا قول لنا واش تعرف، يعني واش عارف الناس مشبوهين ولا مراكز ولا في الاكله. قالوا انا نعرف ربي ونقول لا اله الا الله، ويحكموا فيه بالعصي حاشاكم وحاش غدركم، ليديه وكرعيه وجهه، عدوا له وجهه وعدوا خنافه ولا عينيه ولا سوالبه ما يوجه والو. مره خلاص وراه لا اله الا الله لا اله الا الله، حتى نسكر فمه خلاص. بيتين ديله حمراء، بيتين كيما كتفينا يعني بالحبال وبالسلاسل في بعضنا هكذا، بيتين مكتفينا دينا في دين بعضهم هكذا بالبعد باش ما تقلبش يديك ليك بالسلاسل نتاع العسكر، وبالحبال في كرعينا ومنهزلين على كريمنا هكذا. كيطلع نهار جا دوزيام بيرو من الغدير دار لنا تريسيتي واش دار عمي كي ساك ولا عمي قتلو كان كل اخر وحده، ولا كونوا تقول في طابله عمي احمد ولا قتلوه ضربوا حكموا هنا كي ضربوا بالشرابين منا خرجتوا منا انا وياه الكتف ما بانتش الرصاصه خرج الدم كي ضربوا منا في نص الراس، هو واقف العسكري واقف وهو عمي قاعد في الارض الله يرحمه مسكين، كي ضربوا حطوا الكرابيله هنا خرجت له رصاصه خرج الدم يجي لي منها طاح في الكساط على همو هزوه مازال يغلي ما ماتش ولا ولدموه بالحجر هنا. منين جا اللي جا عاد الشنافه وجا دهم للعين هذه منين جا؟ جا منا من جهه الوطنيه. ايه وشاف الفلاقه كما يقولوا هما احنا نسميهم جنود جيش التحرير، شافهم الفلاقه شافهم البلاصه وين شافوا شافهم الهاي
في المغاسل ولا الفوق 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 والمغاسل من ثم نتاع ورايحين هك مع طريق الزقاقه الوطني. ايوا ما طريق الزقاقه والعسكر شافوا الفلاقه ولا ما شافوهمش؟ ها وكما شافوا ما شافوه شافوهم وقولوا شفناهم شافوهم العسكر شافوا الفلاقه. ايه معلش المهم كي جاوا لهنا واش نساوك ما خلاوك ما خلاو لا جمال عند هذا المنبع توقف العسكر بعد ما قرر قائدهم عدم المواجهة والمغامرة والرجوع إلى قرية ولاد سيليني مع جنود سالمين. وبسبب التوتر والاضطراب والخوف من ملاحقة جيش التحرير انسى من داره عند المنبع بعد مغادرة قرية شنانفة. وفي الطريق تفكروا وهو يتلاقى مع واحد من سكان قرية ولاد بخليفة القريبة من شنانفة يكلفوا بعد تفتيشه بالتوجه إلى سكان شنانفة حتى يسترجع منهم المنظار ويحتفظ ببطاقة هوية المرسول. انت ولاد بخليفة هو اللي جده؟ ايه انت ولاد بخليفة ندهو اللي يطنع من اللي ايه ندهو من اللي يبها ليله جهة في العين ولا جهة في العين؟ احسن جهة في العين. ومن بعد وين دها هذاك السيد هذا؟ دها واسمه واسمه اسمح لي واسمه واسمه طاهر من شيخ دها منه هو درق تحت السعير هذا كما راه طايب هذاك مع المواد ها ولا دار من ثم واش قال وين دها؟ دها للجنود ولا من دها؟ دها هما الناس يعني اللي ما يعرفوا الناس اللي ما شافوهاش يقولوا لمن دها؟ دها للجنود. ومن بعد جا يطنى حوس عليها ولا ما جا حوس عليها؟ وكي جا يطنى حوس عليها واش دار؟ ها كي جا يطنى حوس عليها واش دار لكم هنا واش قال لكم؟ قلنا له احنا خي جيبها بن شيخ جيبها قال لنا نعرفها تجيهي. من بعد عذبونا الهاي في القاعه هذيك عذبوا الجميع الجميع بقرة محمد قتلوه من هي. وكاين زغدين السعيد المدعو بن سوشه وكاين زغدين الاخضر بن عماره وكاين محمد يقول واحد المدعو واحد دوين هزوهم منا على جالي تماله مبرح لمحمد بالعقون عذبه العذاب الأكبر على جاله واللي جدها ده بشيخ الطاهر عذبوهم منا في هذا الحوض هذا يغطسونهم رؤوسهم في الماء ويضربوهم بالأغصان اللي يابسين هذو وعريهم ويضربوهم ولا وصاقوا بن سوشا ايه وصاقوا محمد بن عمر والأخضر والأخضر هذو صغادنا ثلاثة ايه ثلاثة والمبروك الرابع المبروك الرابع المبروك تموه الهاي حفل قتلوه في الطريق قتلوه زيد واش تفكر هذا كنتوهم اللي كان تعول السيلين اللي كان تعول السيلين. هاد الصورة مأخودة من المكان المدعو شوف العياضي فوق قرية عمروس كان نقطة مراقبة هامة بالنسبة للطرفين سواء للفدائيين المكلفين بالحراسة أو لبرج المراقبة المتواجد في ولاية سيليني هذه اللي تظهر أمامنا في الصورة واللي سموها البليعة ويستعملها الجيش الفرنسي كمركز استراتيجي لمراقبة كل الدشرات اللي توصل لجبل الطباقة وراس السرع منطقة عبور كتائب جيش التحرير. احنا الان في برج المراقبه في القليعه اعالي ولاد بخليفه اللي تظهر في اسفل الصوره ونلاحظ في الاعلى راس السرى وتحته الطباقه وشوف العياضي. هنا امامنا الزماله والبعطيش كانت المدفعيه مجهزه بالرادار وتضرب كل مشبوه بشر كان او حيوان يتحرك في اتجاه المنطقه المحرمه وتوجه ايضا الطائرات المقنبله الموجوده في عينارنات قرب سطيف او في برج بوريريت. هاد البلاصه يسميوها القلعة. واش كان كاين هنا؟ واش كاين هنا؟ هنا كانت الكان تاع فرنسا. تاع فرنسا؟ اه. وهذو هذو واش هما هذو؟ هذو البيوت. البيوت ايوا. اه. هذه هذه التربة هذه. هذه هنا كانت العين. الغاية كانت بلاصة المدفع. كا
كانوا دايرين المدفع هنا. كانوا هنا دايرين المدفع. هذه الدائره هذه هي بلاصه المدفع. هذه هي البلاصه نتاعو. احسنت. وهنا كانوا كاينين الناس اللي دليوهم منها المساجين. اه وهذه البلاصه لهنايا كانت تحط فيها خبتين. ولأن المعتقلين الثلاثة من زغادنة فممنوع لهم التواجد في شنانفة بدون ترخيص رغم علاقة المصاهرة بين القريتين. بعد أكثر من شهرين من التأديب قائد العسكر يأمر بإعدامهم أمام سكان قرية ولاد سيريني في هذا المكان المدعو تاقرير. من هذا اليوم صبحت عائلة بن شيخ في قائمة السوداء إلى جانب عائلة زغدان. المكان هذاك اللي نسميه هنا عود الماء، كي جاء العسكر هربوا سكان القرية وفيهم زوج شيوخ كبار السن ما قدروش يهربوا، هما شيخان زغدان صالح بن محمد وزغدان عيسى بن علي، طلعوا شوية لحتهم العقبة ما قدروش يمشيوا، لحق بهم العسكر وقتلهم الاثنين ثم شي الأخضر. نعم. نهار اللي قتلوا الجماعة في عمروس. أيوة. وبعد ما قتلوا الشيخان عيسى بن علي نسيبك. أيوة. وصالح بن محمد. أيوة. زغدان زغدان في زود. وبعد هربوا جماعة. أيوة. فيهم اللي نجحوا سلموا ومن بينهم عيسى بن الدرداري تقتل في الناحية هذه. جو منا هربي منا منها عيسى بن الدرداري هذا ربي يرحمه. جا نصل هاي أنا وأحمد بلك حلش قاعدين هاي في الشهر. أحمد بلك حلا حنشي يخدم البوسطة. قاعدين لهايا في الشر. قال لي نروحوا مني، قلت استناهم بعد علينا العسكر وبعد علينا ما. قال لي قبل ما تجي الطياره. كي جم اللي يقربوه من هي جم اللي من هاي هاتك الحق الهاي هات طيحوه ذم الهاي في الماء في الماء ضربوا العسكر. واللي نحن صدينا من ثميتك رحنا ليه اللود حنا. الغضبه كي جينا لقوه طايح في البلاصه هذيك. هزيناه من ثم سدناه الهاي يا مسكين. انا كنت نخدم بوسطه. نخدم بسيفتي في يدي بس نخدم اتصال. هربوا ماتوا واللي داوهم هذاك النهار الاخر خلاص ما عرفناهمش لليوم يعني للتحقيق لليوم ما عرفناهمش من ماتوا. بعد ما جاتهم الفرقه هذيك من الغدير هي اللي قتلت عيسى واللي راحوا البارحه مودي رجعوا من قريب من عود الماء رجعوا قراب للقريه لقوا ثمانيه جابوا رجعوا وعادوا بهم لهنا البارحه مودي. منطقة سطيف وبرج بوريريج معروفة بسهولها الزراعية وقمحها المشهور بالقمح البليوني. الكولون فيها مشهورين بالعنصرية والدموية. نذكر مجازة 8 ماي 1945 و 45 ألف شهيد. هذا الكولون في 1954 كانوا ما زالهم يفكروا بنفس العقلية بأن القمع وحده يقضي على الثورة كما في 1945. تخريب اقتصاد الاستعمار كان من أولويات الثورة. هذا ما جعل ضربات الثوار تتركز على منجم الفوسفات. المنجم يتوقف تماما في جويليا 1957. كان من بين العمال اللي في النهار شغال في المنجم وفي الليل فدائي. وللانتقام من العمال والنقابيين الكولون وضعوا قوائم تحمل أسماء كل المرشحين للتصفية الجسدية. وهكذا أصبح المنجم المخرب أكبر مذبح في المنطقة. بولار مهندس المنجم يعرف المحرضين على الإضرابات
وما نساش إضراب 1950 اللي دام 3 شهور كاملين. طوان وابنه ميشيو ديدي بوجول مينار وغيرهم تحت غطاء رابطة رؤساء البلديات يشكلوا الميليشيات ويستعملوا أنفاق المنجم كمقابر لجثث المعتقلين اللي استشهدوا تحت التعذيب. بوي جابوه لهون هزوه من تولي من عندي قال لي الشيخ محتاجين وانت ما ريح جوني في الليل نرقد انا والشيخ كنا نقراو الحزب واللي قرينا قال لي الشيخ محتاجينو الى انت ريح جابوه هو بعمي بواحد اخر جابوهم في الليل وداروهم هنا وخويا لهيه هذوك البراك اللي هذو درتو بيدي انا ذاك انا حاضر له نلقى البرنوس يطايش الفيتام واش هكذا وعين وحنا نمشي على برا حنا يديونا على برا نسمع فيها أمويها يعيطها أمويها ومن بعد قطع الكلاب ندروا 10 داوهم يمشوا بهم الأراف الكسر زغادنا نعرفهم زغادنا داوهم الأراف يطيحوا في لامبيسكات العسكر مات حتى الكابيتان تاعهم مات الكابيتان مات من العسكر ولا هما ترقوهم كي جا ليهم عسكري عربي العشوة الهون للمحابيس خبرهم قالوا له الجماعة وراهم قال المرة صراحة كذا كذا والناس اللي داوهم نعرفهم من زغادنا من عمروس وتوا الدوار هذا كل منا بالفمي وكل هذا سليجان وبالعلمي والعسامنة وراه عندنا دواوير هذه كل بن حمادي هذه كل داروهم هنا زوج خاوة بن سعدي العياشي والطيب والخاوة العيشي والطيب والأخرين لفامي بن شيخ صراح هنا لمهم كل تورقهم داروهم هنا يا بس معاهم العبد الأخر كاين كي نضروا لنا ياسر هذو عرفنا أسبابتهم توعنا عرفنا أسبابتهم هذه ثانية خشوا ليها حمادي الأخضر بن بعيطيش وخضراوي دحمان جابوهم كتفين من هي وخشوهم هنا وتورقوهم في النهار والليلة حامية عم يدنق فيهم جاء عاود هنا في الجمع أنا نعرفهم وشياب صورتو الحاج الأخضر بن معيطيش شايب دحمان هذا كان محسوب ديليكي في الميناء تاع السانتيكا في الميناء يجيبوا مزار أخرى ويتورقو هنا ولا الفاصمة هذه اللي قلت لكم عليها حطوني عليها ربعة قالوا لقينا فيها حتى هذوك دخلوا ليها الداخل هذوك ما نضروهمش نظروا شافوهم برك جاوا بعاد قالوا فيهم حتى مرا الشعر نتاعها فاسمات جمع فاسمة كلمة يطلقها سكان المنطقة حتى اليوم على الأنفاق الفاسمة تعني لفوس كومين الفاسمات تعني المقابر الجماعية جرائم حرب جرائم ضد الإنسانية جرائم طواها النسيان سبعة من صغادنا الثمانية المعتقلين يختفوا حتى اليوم ثامنهم يساق مع سبعة آخرين هنا لهذا المكان المسمى دار البقرات هذا الثمانية يمثلوا الزبير كل دشرات هذه المنطقة من الكتافة من ولاد ليجان من ولاد عمارة من العوامر من الغرايب ومن صغادنا هذا هو جابوهم هكذا كما رانا نمشيو كي لحقوا لهنا حضر مع الشهيد بالعلمي عبد الرحمن اللي يطنا الفقار هذا طالقين عليها اسم اللي يطنا الفقار قالوا له يا بالعلمي عبد الرحمن سمعت لنا دار تاعك وين جا وين راها قال لهم اروحوا نعتكم هو تحت في قبضة الله
كي لاح قول هنا قال لهم هذه هي الدار تاعي. جاو مقدمينو. الجماعة الشهداء يتبعوا في بعضهم هذا عقاب هذا. كي لاح قول هنا قالوا وين راها الدار تاعك؟ قال لهم هذه هي الدار. كوما شاو كش عقابهم بالبيشطولي للدماغ. اللي يحطها له في الدماغ الله يرحمهم ساكن يطيح في قلب الدار. ومن بعد جابوا عليهم الحطب والحنابل والفراشات وكبوهم من فوق وطلع من فوق نحى القرمود ونحى العقد وطلق عليهم ليسانس وشعل عليهم النار تحرقوه كامل مساكن بكمل. هذه هي الدار بالذات بالعلمي عبد الرحمن بن عمو ارث ميرو شقيق وبالعلمي عمار لضياف احمد جوارهم بن عامر المبروك تليجان الشعيبي بن عيسى السعيد بن بوطاقية العربي زغدان الأخضر في ثمانية سقطوا هنا ترقوهم بالرصاص وحرقوهم بالنار وهزيناهم كساع الشعب هزيناهم بتحمينا فيهم هزيناهم على البيبان فوق الدواب وديناهم حوالي 500 متر البلاصة اللي ديناهم ردمناها دفناهم فيها يقولوا لها القماري درناهم جميعي قبر فريد هو اللي قتلهم اللي يطنا يقولوا يدق من الفقار طالقين على اسم الفقار حرق في الاد بخليفه هذو وحرقهم قدام هذه الجماعه ب 13 يوم قتل في الاد بخليفه معاهم الامام حرقهم ثاني نفس الشيء قتلهم وزاد حرقهم. الاخضر بن شيخ المسؤول السياسي لقريه ولاد بخليفه كان هو ايضا من المبحوث عنهم. بعد الخيانه يوقع في قبضة الفقار. الأخضر بن شيخ ارتمى على حجرة وهجم على العسكر اللي كانوا مكلفين بحراسته. رد فعل أحد الحركة كان قتله وهكذا أفشل الفقار في تحويله لبير حمودي. هذه دار الأخضر بن شيخ هما كانوا هنا في المراح دخلهم هنا في الحوش وهو خرجوه دخلوه معاهم ولو خرجوه مطلعين فوق للعسى دايرة هو كي ينقح وصارت الصايره يسحبوا الجنود. قلت لك القطنة وحده اللي ما خافش افانس افانس هو اخر دخل لك تاع الجامع قالوا لي العجيز الفوق اللي دخل في الحوش هكذا وهنا قدموا الغاشي قدموا له البيسه لافانبار تيرور انسان صغير شويه حط صبعه وشاف انسان كبير يقولوا دوسنا دوسنا هو كشا طلع يحبس الضرب وطل طلع عليهم عسكر عربي قال لهم انا رشيت الماء على ارواحكم قالها بالاخرى السيف ينقح بالحجر وهنا قتلناه كل ساعه ولا اللوطنا طمع الكرابيله من على الصبيرة هو رد بالسوري طمع الكرابيله من على الصبيرة هذه شوف العين اللي ماشي يحسوني وخش الهون نسمعوا بالواحد طع بالواحد بالواحد حكم سندينا لبعضهم وطلقوا نار اللح والحطب وطلقوا النار والنار ثاني والدار تاع لوح وقديت كي جينا وقدمين بدينا بالماء الماء العين الغاشي قوي والماء العين قوية غفلة الماء بيتنا عليهم هاك ما صينا نضرو فيهم ما يتعرفوش كون ما تعرفوش على الحنك هذا اللي طلع ولدينا كان عامل في هذا المنجم هذا نتاع بير حمودي هذا كان عنده اختصام مع السيد بولار هذا اللي حاق المنجم هذا يعني من قبل 56 ومن قبل 55 وباقي كي لحقت ال 55 56 بويا هذا حب يطلع طالع للجبل طالع للجبل عطاه المسؤوليه تاع العزه قالوا اطلع سير فيه العزه قالوا ما تروحش سير فيه حتى بلاصه الا صياده هذه وهم جايين جماعه نتاع جماعه جنود خليهم يفوتوا هو بالفرحة هذيك وسمعته عطاه السلاح هزو في يده في ديك الليلة هذيك وجندوه مشى كي مشى لحق الصيادة هذي
عيط له قال له شكون، قال له رواح صالح، هو قال له رواح هو مره مستعمر نتاع هو من الاستعمار الحق مسكين هو على يعني يتحكموا بليد ورام الجماعه قال له مش من الجماعه قال له يلا قدامنا وهم على بالهم وراهم رايحين البلاصه اللي قاصدين اللي راهم بالجماعه فيها قاعدين على بالهم بها وين لان عندهم اتصالات كي لحقوا قدام اللي عند العقريب يلحق الجامعه بقات واحد 500 متر 600 متر للجامعه هذاك عيط كان عمر حجي هذا على العسى عيط قال له ما تستناش نقع انا حكمنا قال له نقع انا حكمنا بكلم يعني بكلام كبير قال له نقع انا حكمنا هذا حد كذا ينجح الرجل القبطان حكموا بين كتافه مدرق به ويدز فيه القدام العسكر لاحق ضربه مسكين ولا كي العين كي طاح ثم طاح القبطان وصارت المعركه تكلم الرصاص وتكلم الدنيا الجماعه هربوا هو قاعد مسكين ثم في الناقر هذا تاع الماء بيت واحد السيد مواطن نقندو ثليجان هذا بيت هزو على ظهره ويدور به كي طلع النهار جابوه حطوه في الدار احنا نديرو حاجاك في النار هذيك وما حملوك وكرعيمك وكرعومك وكرعي زوج مكسورين هو كان جده هذه مو قال لها يما قال لها اليوم العسكر قال لها فرنسا جيت تقتلني اليوم قلت له يقتلوك ما يقتلكش ما يسالوك هو مساك ناس نية قال لها اليوم يقتلوني احنا دايرين به هكذا دايرين به العسكر الحق قال فرنسا جات غطى راسه قال لهم خرجوا عليا غطى راسه كي لحق العسكر يجي للدار هذيك حنا خرجونا برا سرجونا هكذا وحكمنا زوج عساكر هو تشوف كي دخل ليه عرّوا على وجهه قالوا صالح في النهار قالوا في الليل قالوا في النهار عندي يا قالوا في الليل فلاك كي جبدوا هو مكسور من كرعيه كي جبدوا مسكين زاق قال اه حطوا قدام الباب وجاب القش تاع الدار حطوا عليه هو يتفرج بعين مازال حي جاب البيدون تاع ليسانس كبوا كب البيدون تاع ليسانس هذاك هو مزيف هكذا يتحرك يعني يهدر مسكين هو حط نقعو كي نقعو باقي حي طلق النار طلق النار شعلت النار هذه مو هذه تحت عليه هما يطلع عليه والعسكري يجي يهز عليه حرقوا باقي تخبط كذا جا واحد مسكين واحد الابلي من هيجري عربي هذاك نظن وهرانيا جا طول زاد وعطى له حبه قلت له جدا علاه علاه قال له خليه مسكين يتحرق وحي وعلاه وعلاه هذا المستعمر بولار هذا ما حرقش غير بوي انا حرق امه حرق امه حرق امه كامله حرق بالك فايت الالف اللي حرقها بولار هذا فايت اللي يحكموا يحرقوا غابه يخطو برصاص لا ما يشبعش برصاص يزم يحرقوا بليسانس يجي زيارة قولوا في الربع شهور خمس شهور يجي خطرة يجي في الليل كي يقعد في الدار المديرة لا لا كاين العسى ما يرجع حتى لواحدة ولا ساعتين واللي يجي ينظر من هي وينظر على الشعبة منا الجرة ربما تواجهش ويجي منا يدخل للكازما هذيك داير شيحة وكازما هذيك في واحد برك خدمة لخوه ما تكفيش بزاف والصباح كانت الدار تاعو هذيك هي تاع القرموط ومو كان يقول هذا حط الغراب على الكيفين عارفي ما حطاش عارفي بلي كاين العسكر ولا حط الغراب هاي العافيه امو تستنى نص النهار تولي تجي تولي تلوح له كتانه بيضاء فوق الباب يولي هو ينظر منه ويجي ما يشوفو حتى واحد تسويت يكون هنا ولا عاد لاحت الكتانه الحمراء هذيك ما ينظرش مره والصباح اللي تيبت امو مو عندها دبي معزات وهذيك تاع العرش
تجيبهم مع الطريق الطريق لهنا حتى لهنا ذهب الجره باه ما يواجهش الجره لهنا. ولا شرت كاين العسكر وضر الحاله وهي ال 12 والله هذيك تولي تسوق بها مثل حمل هي ودير قالي تلقات في الحطب وتجيب له الماكله ساعات نجي معاه يبقى هو نضر راسو على الكاز ما هكذا وهي راهي تهضر معاه يهضروا واش يحكيو 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 تولي سرجي قال لي تروح كيصيد العسكر يولي يجي ربع هو يومين ثلاثة في الربع شهر خمس شهر يومين ثلاثة ولا وكي مات جات مو جوراني شاف حنا صغار جاو الجنود لهم قلت لهم مو جاو لختو لختو ما هو خالي راني شاف يدير لهم في الماكلة وسقساتهم قالت لهم ملاه ما جاش مسعود عند وقت ما جاش كان قال لها واحدة راح للقبلة وواحد بكى هو بكى ولا خبط في يديها قالت لهم ولد مسعود مات كيسعى قال لها ربي يرحمه يا اخي بالحق ما قالت والو هي ما بكات ما والو غما زهقت ديك الساعة وخلاص قالت من هما خاوتو كل من سقط ما شغل مسعود مات. قلت لك هما جاو في الليل ذو ذيب والحياة ذو ذيب الحداد وبحاح زغدان هذا جاو بحاح ومر الدار هذه كي جاو بيت الثلج يصب صبحت الدنيا من مرة خلاص الثلج وصل الارمي جا من هي من الغطير وجا على الجبل هذا وجا كي جاو الصباح طبطب الارمي من هي تسويق كسر الباب دخل هما ولاو جاو منا جاو منا كاينين العوايل لهنا ولاو رماهم اللي في الكازما يباتوا لهنا وكي جا الارمي قلت لك لهنا وسحس بهم وفاقوا بهم لهنا دخلوا لهم هنا والكازما هذه محلوله وداروا النار وداروا الدخان بزاف الحطب اخضر وداروا العائله هذيك راح تنبس ولحوا لهم الفلفل في النار العسكر ما قدرش يدخل توق من هي من الباب يلقى النساوين والصغير كذاك يولي من ثم وكي تكلم رصاص اللاطا ضربهم واحد هنا مات اللاطا في ولاد عيسى ربي يرحمه في الساعه والله الارمي راح لهي كل تبع السيد هذاك اللي ضربهم وهما نضروا منا حكموا مع الواد الواد الدنيا مغطيه ثلج حكموا الواد الواد وبما تبلش الجرة يدحسوا في الماء وبما تبلش الجرة في الثلج والكازما هذيك ماده حتى لهنا كي يجوا معاهم ناس اخرين يوليو يدخلوا هنا ثاني لا عادوا معاهم خمسه والله في سته يوليو يدخلوا هنا ويفرشوا فيها وكان هذا ما كانش كان الشميني اللي ويفرشوا هنا ويديروا نار هنا في النص وخلاص. في نفس الليله الفدائيان بن زعيم الطيب والعزيزي الوحدي يباتوا في القرية والصباح يخرج كل واحد منهم من المركز. فرقة عسكرية الثانية كانت ناصبة كمين في ولاد عيسى تباغتهم وتقتلهم بالرشاشات. جويلية 1959 الجيش الفرنسي شن عمليات واسعة على الولاية الأولى في إطار مخطط شارل. الهدف القضاء على معاقل الثورة. عملية الشرارة تتنفذ في المنطقة. رأس السرع يحتل من طرف قوات الحلف الأطلسي. دورية من دوريات جيش التحرير متوجهة إلى الحدود الشرقية تقضي الليلة في دوار البعطيش. الفجر تبدأ الكشافات في التحليق فوق القرية. أفراد الدورية 25 مرفوقين بالمرشد زغدان عيسى والمسؤول السياسي للقرية زغدان بحاح. الغابة بعيدة نوعا ما والمكان مكشوف. جات كتيبة من كتائب جيش التحرير جات لهنا لبعطيش هموش بعد من هنا أقل من كيلو أقل زمالة. جينا هنا هك طول هنا الطريق هنا الشعبة هاي طيارات الجو الصبح صباح بكري هنا قال هلا هشك الشبه الزوج هنا والله ثلاثه يدوروا هنا قال هنا قال الجنود كلها هنا شاوهم الصبح بكري الفجر كاينين هنا قال القبيله
شويه ها هي ما يعرفوش ال يا ما يعرفوش ال البلاد. اول هنايا حتى قريب ل تغيت هذو لو كحل 10 10 وك ساعه هنا قال كوتيرات جو هنايا من قبله من ظهرها عمروس هنايا كنا شركناهم شركنا ما أكل. أول هنا قال البامبو هنا قال النار 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 هنا قال تيغيتنا أكل الحصيلة 20 شهيد يحرقهم المطار. زغدان بحاح يستشهد وزغدان عيسى يقاوم حتى الإصابة البليغة ويقبض عليه. قوات الحلف الأطلسي تحبط القرية عمروس وتباشر تمشيط. نزل العسكر في المساء اللي كان رابط في الصراع، عرج على دوار عمروس على القرية هذه هنا في المساء. أول ما بدأوا لقوا نوار العمري في الدار هذه شيخ، قتلوه في الدار في المنزل. ثم واصلوا سير نحو مكان القصف ولقوا سلسلة يعذبهم لهنا، وطاهر والعمري بن عاشور وزغدان وخضراوي موسى اللي قتلوه في قصير عمارة ثاني في المساء. خضراوي هذا يلقوه عالج الجنود اللي جاو مصابين بجروح، عالجهم بالدواء، يلقوا الدواء الأحمر هذاك مازال على أصابعه، واستعرف قال لهم ولدي جاو عالجتهم بثقة نفسه والله بإرادتهم، المهم الأكثر هو بكل سهولة دواهم. والعشوة كي جاو استعرف لهم كادوا يقتلوه هنا، لكن ولاو صاقوه بعد المغرب حوالي 10 دقائق قتلوه في المكان المسمى قصير عمارة. دفنتهم بيدي وما تفكرهمش، دفنتهم بيدي. واحد نلقى حاكم بالطاقية هك ومفوخ قد 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 قد، والاخرين دفناهم في الليل. الشهداء يندفنوا بعد عدة أيام ليلا في دفعات متتالية، كون الجثث بقت تحت أعين الخونة، ويا ويل من يقترب منها. فقتوا بالعسكر في فقناش حتى نضربنا. تو منين ضربكم؟ منين من كيف؟ وين كيف؟ كيف الرحمة عليك؟ أيوة. وكيف ضربكم؟ وين رحتوا؟ هربنا الهون. أنتو من؟ معي واحد طفل آخر يقول له الميلوت. الميلوت والآخر؟ وهرب قدامنا عمار وحمد بن عيسى. والآخر؟ فين واحد الشيخ يقول له طهر بالمباراة ما يتربي لهم. هذا مكانكش هذا هو مكان. وين رحتوا؟ وطلعنا فوق. كنا مدرقين الهيبة عين البقرة. شوف العسكر كي جا عقب العسكر احنا ريحنا دم حتى نفذ طاحت ظلمه مغرب المغرب، حتى غمنا الظل ضربنا الهواء بردنا وفطرنا. عسكر قبونا مع الطريق ما جابش معاه دم كتفيه بشيشين. هذا ولا اخر من هو؟ هذا وعرفت حميد بن عيسى، هذا اللي نعرفهم زوج. هذا ديما عندنا معاهم واحد ثالث. هذاك ما عرفتوش. ما عرفتوش ما يهمش. ومن بعد كي بعد جي حشاك الكلب يجري لنا يلحق الشعب احنا نضب. والله غنضب الوباء. زعما نكونوا قعدوا. تهربوا ولا زعما واش ديروا؟ ايوا خفنا احنا صغار خفنا. وكتلو دون بعد عيطوا العسكري ولي مرتين لا ثلاثه هو يجي قاطع علينا قد قد وعيط رب العالمين وغرب المغرب. وانتم تنوضوا هو نوضوا هكذا والكلب يرجع احنا اللي نطلقوا احنا نقعدوا في بيصنا. انا جيت من هي من ود حنش وجيت طالع من هي كي قلت العسكر جيت طلعت من هي بريسوني تحت اللوطا جابوني من هي نلقى دري هذوك في ثلاثه من الناس قرطج بالقول محمد بن صفية وحمد بن عيسى هذا وعمار هذا اللي قتلوه في سلوسور بلاص. كي قلتهم ثم قال لي سيفون فاك ميس دفال، قلت له كيش كي صافي ديال فاك ميس دفال، قال لي فكتور تاع الفلاقا نطق لي واحد بالعربيه قال لي فكتور تاع الفلاقا حركي.
كي قال لي هكذا يا تقالوا فان فوي سي بلاص قال ما حوسي جابوا القش هذاك اللي كنت مدربوه انا تما كي جابوه تبت نلقاهم في ثلاثه مرة يا عمار ومحمد واحمد نلقاهم سمياتك قالوا هذا نديوه والله قالوا نو اللي فوتي مع كلمة اللي فوتي وحط له في الدماغ وانا واقف انا وياه طاح عند كرعيه مسكين. اكتوبر 1959 الجيش الفرنسي يطرد كل السكان من منازلهم بعد تهديدهم بقنبلة القرية. أسبوع من بعد نفس التهديد يتكرر، السكان ينفذوا الأمر. أماكن هذا هنا في مزيطة، الأغلبية في مزيطة، ما نقدرش نكذب عليك باش نقول لك فالبلاصة الفلانية ولا فلانية. النهار اللي جا سي سيرفو لقاو القناريات هذوك الفوق الفاصم تاع التسطات هذوك لقاوهم كل ملية بالعباد. يأتي المعمرون والغلاة بالمساجد ليلا من سكنة الدرك الوطني ومن مزرعة ديفور ومن دار درمولي ويعدمونهم ليلا هنا، فكانت تقريب كل ليلة الإعدام ما بين 10 و20 شهيد في الليلة الواحدة، وكانوا يأتون بالشهداء وبالمساجين مقيدين ويضعون على حافة البير ثم يطلقون الرصاص عليهم من الخلف كما يستعمل النازيون في الحرب العالمية الثانية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى السكان القريبين من هذه المنطقة يقولون بأن الإعدام يتم كل ليلة وأن هذا البئر يحتوي على أكثر من 1000 شهيد أتي بهم من جميع المناطق من الولاية الأولى ومن الولاية الثانية ومن جميع المجاشر القريبة هنا، يأتون بهم يعذبونهم وبعد الاستنطاق بالماء والكهرباء يأتون بهم ليلا ويطلقون الرصاص عليهم في هذا المكان. وبقي هذا البئر مكان الإعدام ما بين 56 إلى 62 إلى جانفي 62 قبل توقف القتال بحوالي شهر أو 3 أشهر. وعندما تفطن الاستجماريون بهذا الإب دليل مادي يثبت دناءهم وانحطاطهم ويشوي سمعتهم أتوا بالألغام وتم تدمير هذا البير كلية وتم تسوية أرضه. فقر هذا كان هنا في مزيطة وقلبوه فقر العباد بزاف، هزوه من مزيطة جابوه لبرج الغدير، كي جابوه لبرج الغدير راح يدير لاراف في ولا سيدي منصور. كي راح يدير لا رافيولا سيدي منصور كاينه واحد البلاصه فوق القنطران تاع غيلاسا يقولها تافرنت، ثم كاين واحد لاقرب يقول نتاع محمد الوهراني سبقوا له ثم. هذه انا سمعتها من فم محمد الوهراني ربي يرحمه، قال كي ضربته قال قرته على النص، قالوا كي جيت ليه نحقري من لحق ليه قال سل الرفرفير وضحك خضربوا بليساه ديك الساعات كل هذاك عطى عليه بالمطريات فقرو عاد لهذوك المحابيس هذوك اللي هما يجي يطلقهم يقول له لازمك اللي تجيب لي الخبر. ذوك المحابيس هذوك اللي في السمو واش يقولوا؟ يقول له ايه باش يطلقوا هذه يطلقوا برك، داير منهم اليست نهار اللي هو مات نهار اللي قتلوه ثوار حكموا الكرني هذاك انت عنده قبلش مع هذوك اللي حكمهم باللي راهم بايعوا عنده. تلك المحفظة التي قدمت خدمات جليلة للثورة وللمنطقة لما فيها من معلومات قيمة
خاصة الذين تم إعدامهم عندما كان موجودا في رأس الواد، والذين تم إعدامهم في برج غدير عندما وصل إلى برج وأصبح مسؤول هنا، وكذلك العملاء الذين يعملون معه في تلك المحفظة قدمت خدمة جليلة لهذه المنطقة، وهذا هو المكان الذي قتل فيه. دمار، فظائع وجرائم ضد الإنسانية. بير حمودي، بير صونداج، بير ولاد عاقلة، بير ميشو، دار البقرات، أولاد بخليفة. جثث بشرية بالمئات تتفجر بالديناميت وتتردم بالبيطون. هذا هو الوجه الحقيقي للاستعمار في دوار واحد في هذه المنطقة، دوار الزبير. عائلات كاملة أبيدت. الصغار 31 شهيد، بن عيسى 18 شهيد، بالعلمي 21 شهيد، حمادي 25 شهيد، بن عامر 14 شهيد، بن عمارة، العثامنة، العمش، بطاقية، بن شيخ، بن ولها. القائمة طويلة طول ليلة الاستعمار. إبادة قام بها جيش لا تتعد له عدة ولا تتحسب له جيوش، أكثر من 1,100,000 عسكري، يقودهم 60 جنرال، 700 عقيد، 15,000 رائد، 7,000 نقيب والبقية. وفي الكفة الأخرى شعب أعزل، سلاحه إيمان بقضيته، إيمان ما يزول ما يقول. إيمان خلى الجنرال دوغول يستخلص في رسالة سرية في 26 ديسمبر 1959 وين يعترف بالخيبة والفشل. الجنرال دوغول يكتب من بين ما يكتب في رسالته: إن الجزائريين أصبحوا لا يؤمنون بالضمانات التي نقدمها لهم ولا بالوعود التي وعدنا بها، ولا يكفي كما يحلم الحالمون بأن نتشدد معهم أكثر مما فعلنا حتى يخضعون بالقوة المفرطة لإرادتنا. إن الإفراط في استخدام القوة هو الذي جعلهم ينبذوننا ويبتعدون عنا، فأي قوة إضافية يمكن تجنيدها بعد كل ما جندنا؟ إنه لمن الجنون أن نعتقد أن للحل العسكري مستقبلا، والسخيف من يؤمن بذلك. عسنة ترجيغي بدت فلا، هي بدت فلا وريزة مقران، جنة يا يلي كربت فلا، أسوى سيف ما مذوك سلا سنير، إن يا سهنة سايب بدت فلا. ودسنا نفوس تنتروى ومزيد إن يسهل